بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. اللي قدامكم السؤال رقم 33 في التوقعات، بيقول وضعت ثلاثة كتل كف واحد وكف اتنين وكف ثلاثة، حيث كف واحد أصغر من كف اتنين أصغر من كف ثلاثة، يعني الكتلة الثالثة أكبر من الكتلة الثانية والكتلة الثالثة أكبر من الكتلة الأولى، يعني الترتيب هنا ايه؟ تصاعدي من صغير لكبير. اتحطوا الثلاثة على قمة مستوى ماء الأملاس بيميل على الأفقي بزاوية قياسها سيتا، فتحركت الكتل الثلاثة بعجلة جيم واحد وجيم اتنين وجيم ثلاثة على الترتيب. فاحنا عايزين نعرف هل جيم واحد هتبقى أصغر من جيم اتنين أصغر من جيم ثلاثة، يعني بنفس التسلسل بتاع كف واحد كف اتنين كف ثلاثة، هل العجلة هتبقى بنفس الأسلوب يعني، ولا العكس، ولا الثلاثة هيبقوا قد بعض، ولا النسب الثلاثة هيبقى بنفس نسب الكاف واحد للكاف اتنين للكاف ثلاثة. السؤال ده أنا بعتبره سؤال بيقيس درجة الفهم عند الطلبة. هو أولا طالما محطوطين الثلاث كتل على قمة مستوى ماء الأملس بيميل على الأفق بزاوية قياسها سيتا، تمام، يبقى احنا هنا لازم نعرف ان التلاتة هيتحركوا بنفس العجلة، يعني مفيش علاقة بين ان الكتل متباينة يبقى العجلة متباينة، لا الكلام ده غلط. هي ديت ايه؟ ما هي دي بقى النقطة. يبقى الاجابة هتبقى جيم، ان جيم واحد هتساوي جيم اتنين هتساوي جيم تلاتة. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال. استنوني في السؤال القادم في التوقعات.